ينضم إلينا عبر الهاتف من غازي عنتاب الكاتب الصحفي سبحي الدسوقي، أهلا بك معنا. بداية أود أن أسألك عن آخر المعلومات المتداولة حول اتفاق ما بين ميليشيا قسد وتنظيم داعش لخروج آمن للتنظيم من مدينة الرقة مقابل تسليمه المدينة لقسد. السلام عليكم، الرحمة لشهداء الرقة، وربنا يحمي ما تبقى من أهلنا بالرقة من هذا القتل العبثي اليومي الذي يتعرضون له. بالنسبة لهذه المفاوضات، يعني لم يرشح حتى الآن يعني حركاته على الأرض بحسب ما تصلكم من معلومات، يعني تشير إلى ذلك، تشير أنه قد ينسحب من المدينة. يعني محاولات داعش لصد هجوم قسد يعني يتمثل بذات التمثيلية وذات السيناريو الذي كان يعني يجري في مدينة الطبقة قبل أن تنسحب داعش وتسلمها إلى قوات قسد. إذن كل هذا ممكن حدوثه بين لحظة وأخرى. كما قلت أن المدينة يتم قصف أي يعني أي شخص يخرج أو أي قافلة تخرج، وبالأخير تم قصف مدنيين كانوا يحاولون عبور نهر الفرات عن طريق الزوارق، فهذا أمر مستغرب. أود أن أسألك عن يعني جهة أخرى دخلت على الخط وهي قوات النظام تحاول أيضا اقتحام الرقة من الجهة الغربية من جهة الطبقة، هل هنالك معلومات؟ هل هذا صحيح؟ وهل بالفعل ميليشيا قسد سوف تتصدى لقوات النظام إذ حاولت التقدم باتجاه الرقة؟ يعني منذ 3 أيام وصلت الحكومة التركية تعزيزات عسكرية إلى مدينة كيلس الحدودية على المناطق المتاخمة لسيطرة ميليشيا قسد في الشمال السوري. وقال ناشطون أن تركيا عززت قواتها على الحدود المقابلة لمناطق انتشار الوحدات الكردية في مدينة عفرين، ونشرت المزيد من العربات المدرعة والدبابات. وكانت تركيا قد عززت من قواتها في الفترات الأخيرة على الحدود السورية، وذلك بنقل تعزيزات عسكرية من المدن الجنوبية إلى مدينة غازي عنتاب. انتشار الجيش التركي في المناطق المقابلة لعفرين أتى بالتزامن مع استمرار الاشتباكات والقصف المتبادل بين الجيش الحر وميليشيات قسد شمال حلب. ونقلت مصادر ميدانية أن الاشتباكات تدور في منطقة جبل الرفعة والقرى المحيطة بها في شمال حلب غرفة عمليات جديدة ضد ميليشيا قسد تحت مسمى أهل الديار. وتبنت غرفة العمليات هذه عملية خاطفة بالانغماس في صفوف تلك الميليشيات وضرب حاجز مدجنة البهجت والتلة المحاذية له في مدخل تل رفعت. عملية عسكرية جديدة انطلقت في ريف حلب الشمالي بعد هدوء نسبي شهدته المنطقة منذ انتهاء عمليات درع الفرات. أهل الديار عملية عسكرية أسماها مجموعة مراسلنا من حلب عبر الهاتف خالد أبو المجد. خالد أهلا بك معنا، أود أن أتحدث معك عن المعارك التي تجري ما بين الجيش الحر وميليشيا قسد في ريف حلب، وأيضا هنالك يبدو أنه تعزيزات تركية تصل إلى المنطقة. نعم ميرنا، قبل أيام فقط شكل أبناء منطقة تل رفعت والمنطقة المحيطة بها مجموعة من الشباب شكلوا وانطلقوا أيضا لتشكيل على المناطق التي استولت عليها الوحدات الكردية مؤخرا ضمن ما يسمى بأهل الديار. قاموا بعملية خاطفة على الوحدات الكردية، طبعا هي رسالة مفادها أقاموها مؤخرا في مدينة معرة النعمان جنوب إدلب، وذلك عقب اجتماع لوجهاء المدينة مع قيادي الهيئة. وتقرر خلال هذا الاجتماع بحسب ما نقله مراسلنا عن بيان لمجلس شورى المدينة سحب كافة عناصر الهيئة من المدينة بشكل فوري، كما لفت البيان إلى ضرورة عدم تكرار اقتحام معرة النعمان مهما كانت الأسباب. وشدد البيان أيضا على رفض أي وجود للمقرات في المدينة لأي فصيل كان وإنهاء كافة المظاهر المسلحة. من إدلب ينضم إلينا محمد الفيصل مراسلنا من هناك، أهلا بك محمد. هل عاد الهدوء لمعرة النعمان؟ هل عادت المدينة إلى طبيعتها بعد الإعلان عن انسحاب هيئة تحرير الشام منها؟ نعم ميرنا، تعود الحياة تدريجيا إلى أسواق وشوارع مدينة معرة النعمان بعد انسحاب
هذا البيان الذي خرج يوم أمس ويتحدث عن التوصل لاتفاق لحلها، هل من جديد بخصوص هذه النقطة؟ حتى الآن لم يصدر أي بيان جديد عن الفرقة الثالثة عشرة بعد البيان الذي صدر عنها في اليوم الأول من أو البارحة، في البيان الذي بعد البيان الذي تم توقيعه بين هيئة تحرير الشام وجيش إدلب الحر، ليست هناك أي بيانات جديدة أو ليست هناك أي تغريدات أو منشورات جديدة، سواء كان على الصفحة الرسمية أو الحساب الرسمي على تويتر للفرقة الثالثة عشرة أو حتى على حساب قائدها المقدم أحمد سعود، ليس هناك يعني مواقف تم نشرها أو قرارات تم نشرها. مدينة حمص 6 مدنيين رغم حيازتهم أوراق مصالحة ضمن اتفاق التهجير الذي أبرم قبل شهرين. وقالت شبكات حمص الإخبارية إن قوات النظام داهمت عدة منازل في الوعر واعتقلت 6 رجال واقتادتهم إلى فرع أمن الدولة دون توجيه اتهامات محددة. في أخبارنا الميدانية أيضا، أفادت مصادر ميدانية في القلمون الغربي أن نحو 50 عائلة مهجرة في مخيمات عرسال اللبنانية عادت إلى بلداتها في القلمون بعد تأمين طريق لهم من قبل الأمم المتحدة ضمن اتفاق لا زال مبهما وغير واضح المعالم. وبث ناشطون صورا تظهر فيها سيارات نقل عائلات عائدة إلى بلدتي أطفال وعسال الورد ضمن اتفاق مجهول، فيما تحدثت وسائل إعلام موالية للنظام أخرى لبنانية عن عودة 120 عائلة. مشاهدينا المزيد orange.news.net، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.